الأعزاء، مستمرين معكم في تغطية أحداث نهاية بطولة تحدي الشرق في نسختها الثالثة. معنا في هذه اللحظات قائد فريق التحطيم الحاصل على هذه النسخة. أولا نبارك لكم تحقيق البطولة. حبيبي، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على كل حال، دائما الواحد يحمد ربه على كل شيء. والصراحة هذا مجهود يعتبر 5 شهور ما شاء الله تبارك الله، البطولة طولت ونحن الصراحة تعبنا من بداية البطولة، ونقول الحمد لله ألف مبروك لنا وهارد لك لأخواننا فريق السنابل. هل طول فترة البطولة أثر بشكل سلبي على أداء الفرق المشاركة والمتأهلة للدور النهائية؟ والله شوف، هو بشكل طبيعي إذا في الأندية إذا البطولة مثلا قاعد تلعب من متى لمتى راح تضرره، وما بالك في حواري. الصراحة ضررنا، نوقف فترة ونلعب وديات فترة وما ندري متى مبارياتنا وده، والحمد لله نقول هذه خيرة لنا. وصح انه طولت يمكن مدة قرابة 5 شهور البطولة، بس الحمد لله في النهاية بطلها واحد، ونحمد الله ونشكره بإذن الله. ونوعد ان شاء الله في عندنا ما شاء الله جمهور واقف معانا كده، وفي ناس واقفين معانا، ان شاء الله نوعدهم بالجايات بإذن الله تكون افضل. بالنسبة لفريق التحطيم بالتأكيد هو من الفرق الكبيرة على مستوى المنطقة، هل هي بداية العودة لكبرى البطولات وتحقيقها؟ والله نحن نأمل ان شاء الله، ما شاء الله رابطة جدة فيها العديد من الفرق ما شاء الله تبارك الله، والمنافسة دائما تكون في وسط الملعب. أنا عن نفسي والله صراحة ما أحب أتكلم خارج الملعب، طول ما أنه صح أنه نحن أخذنا بطولة، بس أنه وفي ناس يمكن مثلا يقولوا التحطيم راح شارك برا وده، لا ما شاء الله البطولة فيها فرق، فيها فرق قوية ما شاء الله، وفي فرق قوية خرجت، وفريق السنابل ما شاء الله تبارك الله لدرجة أنه قعدنا نحضر الفريق هذا أسبوع كامل أساس أنه نكسب المباراة، والحمد لله كسبنا. فرق الرابطة فيه فرق ما شاء الله كثير. أنا عن نفسي متحدث فريق التحطيم، أنا ما أحب أتكلم خارج الملعب، ودائما الميدان على قولهم الميدان يا حميدان، والتحدي بين الفرق دائما يكون شيء جميل. فريق التحطيم يبدأ الموسم بتحقيق بطولة، بماذا تعد الجماهير والمتابعين والمحبين لفريق التحطيم؟ والله شوف، أنا عن نفسي دائما أتفاعل بالخير. نحن الفترة الأخيرة مستوانا نزل، والكل عارف أن مستوانا نزل. بطولة المحترفين لما جو بلغوني انه نحن حنلعب افتتاح وزي كده، جو كلموني في وقت ضيق لنا، ومستوانا جدا جدا تحت ومستوانا نازل، والمستوى دائما لكل فريق اذا هو ريال مدريد نفسه مستوى بينزل. فلما جو بلغوني الصراحه سويت تحدي مع نفسي ورضيت اني العب افتتاح لدرجه اني ابدا البطوله صح، عشان باذن الله نهايه صح باذن الله. حدثنا عن الدعم الذي وجدتموه في فريق التحطيم لمواصلة المشاركة في البطولات والمنافسة عليها. والله العظيم صراحة جانا دعم من الفريق من برا الفريق، في ناس لدرجة أنه والله العظيم بتواصلوا معي أنا شخصيا، بيتصلوا علي بيكلمونا عبر السناب عبر السوشيال ميديا، إيش بالفريق، إيش محتاج الفريق، إيش تحتاج، إيش ناقص. صراحة أنا أحب أشكرهم وأحب أهديهم هذه البطولة الصراحة، ومو يعني ان شاء الله باذن الله اهديهم باكبر البطوله هذه. احب اشكرهم الصراحه، في مجموعه كبيره كده واقفه معانا، هذا اقل شيء نحن نقدمه لهم، وباذن الله في اقرب وقت ان شاء الله نحتفل من جديد، نحتفل ان شاء الله في وسط باذن الله وسط الشرفيه البطوله الاقرب اللي هي محترفين. وبس بالنسبه للمباراه النهائيه، شاهدنا فريق السنابل يتقدم في النتيجه، بالرغم من ذلك فريق التحطيم استطاع من قلب الطاوله بثلاثيه يعني في وقت قصير جدا. والله يا استاذي، نحن اول كنا بنجي بنلعب تشكيله واحده، المره هذه الحمد لله يعني قدرنا نلعب، بنسوي تشكيله الشوط الاول ونسوي تشكيله الشوط الثاني، وبرضه في تشكيله انا بالنسبه لي مخليها حل ثالث، والحمد لله. انا عن نفسي اقول لو ما نجي الحل الاول، دائما اي فريق حط المعلومه دي في راسك، اي فريق ما بتكون عنده دكه ما بيوصل. صح انه في 11 لاعب رجال ما شاء الله تبارك الله، بس ضروري اللي بيخش الثاني يعدل. نحن من بدايه البطوله الصراحه بيجي فينا وبنروح بنعدل، دائما الفريق القوي اللي يرجع في المباراه، عكس الفريق اللي بيسجل وبعدين تروح عليه المباراه وبتجي فيه اهداف. لا، انا ما دام اني جاء فيه الهدف الاول والحمد لله قدرت اعوضه بدل الواحد والاثنين، عوضته بثلاث اهداف، اقول الحمد لله واشكر العيال الصراحه ما قصروا طول البطوله، لاعبين بروح واحده بيد واحده الصراحه، احب اشكرهم والله يعطيهم العافيه. كلمه توجهها لاخوانك اللاعبين الذين قدموا مستوى مميز في البطوله، وانهوا الدور التمهيدي بدون استقبال اي هدف، واليوم تميزوا في المباراه النهائيه وحققوا اللقب. والله احب اشكرهم واحد واحد الصراحه،
أنا عن نفسي أقسم بالله ما بالغ من قبل فترة من يوم ما نحطين هنا دور 16 الصراحة شدينا في التمارين وما شاء الله والحضور الناس اللي ما كانت تيجي كانت تتأخر قلت لهم تعالوا بدوا يجوا بدوا يحضروا بدوا يستعدوا للمول البطولة للبطولات وقفتنا في الملعب تغيرت الصراحة أحب أشكرهم لاعب لاعب أنا عن نفسي ما بالغ من قبل ما أبدأ النهائي شفت في وجيههم الفوز أحب أشكرهم وبإذن الله نعوضهم عن تعبهم وأقل شيء نسويه نديهم مكافآتهم وهذا وفي النهاية هم أخواننا والحمد لله نحن فريقنا الحمد لله مو زي فريق نحن أسرة واحدة جلستنا واحدة روحنا واحدة والحمد لله وهذا الشيء هو اللي وصلنا يعني الحمد لله. بالنسبة لبطولة تحدي الشرق كيف شاهدت عمل اللجنة المنظمة وكلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء؟ والله أختم اللقاء أول شيء أشكر اللجنة المنظمة على رأسهم الأستاذ خالد الشمراني صراحة ولجنة الحكام أول كان في الأستاذ حامد بريمة صراحة ما كان بيقصر الأستاذ فجلة والجميع القائمين على الطاولة صراحة ما كانوا بيقصروا عملهم كان جدا متميز والشكر الأول لكم أنتوا شبكة النجوم بصراحة يعني أنا عن نفسي أشوف إذا مو يعني إذا ما بالغ الأول ما شاء الله تبارك الله مع شبكة النجوم الصراحة ما قصرتوا دائما تحطوا الناس في قلب الحدث لدرجة أنه عندنا ناس نحن خارج المملكة والحمد لله أكيد إذا كان في بث شاهدوا النهائي وأحب أشكركم الصراحة وأتمنى أنكم تواصلوا إبداعكم شكرا حبيبي.